معركة دلسوي 1 أيار 1976. بهالتاريخ هيدا كانوا الفلسطينيين أخذوا كل منطقة الأوتيلات وكانوا قربوا صاروا تقريبا على مشارف البيت المركزي تبع الكتائب بمنطقة الصيف. هون نحنا كان بهالمرحلة هيدي عنا كتير قتلة وكتير جرحى، والمعنويات تبع الشباب كانوا بالأرض، وكنا حقيقة عم بنقصنا العتاد والتدريب والشباب، وكنا حاسين انه عم نخسر المعارك على كل المحلات. هون بشير قرر انه لازم ينعمل هجوم مضاد على الفلسطينيين على القليل اذا نقدر نثبت خط الدفاع تبعنا. وهون يفتش تيشوف مين ممكن يكون هالمسؤول يلي عنده الكاريزما الكافيه والخبره الكافيه تقدر يقود هالهجوم هيدا. ما كان في من فرقه بيجين بعد واقف على اجريه، منه منصاب واكيد منه ميت، ما في كان في الا الياس الزيك. هون بشير استدعيه لإلي وقال له ما في غيرك تقدر انت تقوم بهالحمله هيك. جمعوا وقتها مجموعات من الاشرفيين هو من منطقه الصيفي، وإلي جمعهم قسمهم تقريبا على 3 محاور وقرروا يبلشوا الهجوم. بأول طلوع الضوء بلشوا الهجوم وقدروا قطعوا الشباب وقربوا على منطقة خط ألمبي. وبذات الوقت اللي أخذ مجموعة وقطع من منطقة المرفأ راح على بناية البطون تبع مارك سوريا ولبنان اليوم. وبهالطريقة هيدي قدر يعمل التفاف على العدو من وراء ويدفش جماعة الفلسطينيين يبعدهم عن خط ألمبي تنقدر نربح وقت تنقدر نحصن حالنا ونظبط أمنا. الحصة الثانية هي منطقة زحلة، معركة زحلة. جو قدي يلي كان هو مسؤول عن منطقة زحلة كان بحاجة لحدا يكون عنده الخبرة والقدرة العملية تيقود العمليات على الأرض. وهون ارتقينا أن يكون اللي زيك هو يلي يطلع على زحلة حتى يكون المسؤول العملاني على الأرض. ووقت وصل إلي اتبع عدة سيستام على الأرض، عدة طرق. أول طريقة هي أنه يعمل خطوط دفاعية ويشرك الناس فيها، مش أنه نبعث هيك كام عسكري هونيك، لا، كان همه أنه العالم كلهم يكونوا دير مدار المقاتلين وهن يكونوا عم يشتغلوا على الأرض. مش هيك بمنطقة السهل تبع زحلة راح المنطقة الصناعية، راح لهونيك جمع الأهالي نزلوا على المنطقة الصناعية وعطاهم المعنويات الكافية ترجعوا هن خلقوا الخط الدفاع، وصاروا قعدوا على كذا أسبوع يحفروا خنادق، لأن كنا نحن أكيدين أن الهجوم الدبابات ما ممكن يكون إلا من جهة السهل، لأن هناك كان في طريقة سهلة يوصل للدبابات. وبهالطريقة هذه بعضهم لحديت هلأ، خاصة هناك كان في كتير شباب من السريان هناك بهالمنطقة هذه، بعضهم لحديت هلأ بيذكروا إلي كيف جمعهم، كيف خلق القدرة أنه يقدروا يشتغلوا على الأرض. الشغلة الثانية اللي عملها إلي خلق سيستام إنه يخلي السوريين يفوتوا، لأن خاصة كان في عندهم مركز بقلب ساحة زحلة حد التمثال، وكانوا هني بهمهم يفوتوا يرجع يفوتوا يخرقوا منطقة زحلة ويوصلوا على منطقة التمثال تبعها. وهون إلي عطى تعليماته للشباب إنه يخلوا الدبابات السوريين يفوتوا على قلب زحلة على قلب الشوارع، لأن كان عارف انه هيدا رح تكون نقطة الضعف تبع الدبابات السوريين داخل الشوارع تبع زحلة، وينعملن ساعتها كمين بقلب الشوارع. بهالطريقة هيدي بيكسر معنويات تبع السوريين وبذات الوقت بيكبدن خسائر فاتحة. وهذا الشيء اللي صار، فاتت تقريبا اول سريه تقريبا شي 10-11 دبابة بنص منطقة المعلقة وبينزلوا عليهم الشباب هنيك بكل ما في عنا سلاح بوقتها،
وكرسحنا كل الهجوم وسكرنا الطرقات بالدبابات المحروقة السورية، سكرنا الطريق على باقي الدبابات اللي يفوتوا على منطقة زحليق. بهالطريقة صار في عنا حاجز طبيعي يلي هو مقلب من الدبابات المحروقة تبع السوريين. وهون إلي بكل مرحلة اللي كنا نحن حسين فيه رح يكون في تقل، كان يكون شخصيا موجود على الأرض. ياسر زايك يلي كان العنصر اللامع بفرقة البيجين قدر عليه رصاص الغدر بنص الأشرفية، وقت كان أعزل وكان عم بيجيب نتيجة الفحص تبع مرته، نازل من المختبر مرق ناس جبنة وقتلوا ليلي. أنا بعتبر إنه هالموتة بقلب الأشرفية هيدي هيك لازم تكون تفرجينا على شغلة أساسية، إنه نحنا وقت كنا مظبوط عنا قضية وكنا قاعدين عم نحارب كلنا سوا رزمة وحدة قدرنا نعمل عجيب، إنه بعد بلشنا نحنا قتل بعضنا بشوارع بالأشرفية هم بلشنا نخسر وبلش الانحطاط الأخلاقي بلش عنا.